اهلا بكم متابعي انفستيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. في المؤونه الاخيره كنعيشوا على وقع واحد الازمه ديال الماء، نظر للجفاف والتراجع ديال المنسوب ديال المياه في المغرب. فهذا اللي خلى ان الحكومه والناس المعنيين بالامر انهم يدقوا ناقوس الخطر ويدعيوا الى ترشيد استهلاك المياه. فهذا علاش اليوم غنطرقوا لهذا الموضوع بحضور السي نبيل الصافي بصفته رئيس الهيئه المغربيه لحمايه المستهلك. اهلا بك سي نبيل. اهلا وسهلا سي نبيل. في الاول نبغيوك تقربنا من الوضعيه اللي كيعيشها المغرب على مستوى هذه الماده الحيويه اللي هي الماء. اولا تنشكروا انفاس لانها دائما تطرق المواضيع الجد حساسه والتي تصب دائما في الصميم والتي تناقش هموم وحاجيات المواطن المغربي. اكيد على ان الماء النعمه الكبرى والنعمه الحيويه التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبحكم ان مرتبطه دائما بالتساقطات ومرتبطه دائما بالمطر برحمه الله تعالى، فاكيد ان المغرب في العشر سنوات الاخيره كان دائما ياخذ ولا يعطي، بمعنى انه كان يستنزف بحكم ان الحركيه الاقتصاديه والاجتماعيه وكذلك النمو الديموغرافي كان فيه واحد نوع من الاستنزاف. فكل المخزون الذي كان في المغرب في الأوج ديال الأمطار كان دائما يقابله كثرة استنزاف. فالمغرب الآن هو في حاجة ماسة إلى تهاطلات وأمطار يعني بالمستويات التي كان يحكي عليها الآباء ديالنا والأجداد ديالنا، لما كانت تكون ليالي وتكون شتاء كانت يكون عندهم بالأيام الطويلة. فنحن في حاجة لذلك. على ذكر التساقطات، احنا شهدنا في الأونة الأخيرة تساقطات اللي جات بكميات يعني مهمه، فواش من شأنها انها تخفف من هذه الخطوره اللي كنعيشوها في المغرب؟ هي لو كنا غادي نقتصر فقط على هذه التساقطات لحاجتنا في هذه اللحظات ممكن نقول، ولكن عندما يكون عندك ما يسمى بالنقص المتراكم عبر السنوات وعبر الحركيه كما قلت لك والتقدم، لان شحال هذه كان شنو كان عندنا في المغرب؟ كان عندنا واحد نوع مقتصر في استعمال الماء، ولكن التطور العمراني والتطور الاقتصادي والاجتماعي والانفتاح كذلك الهجره ديال الناس للقريه الى المدينه اصبح هناك واحد طلب كثير على هذه الماده الحيويه اللي هي الماء. لذلك فكل التساقطات اللي يمكن تكون عندنا يقابلها واحد الزخم كبير واحد طلب كبير، لذلك دائما هناك نقص وهناك حاجة. فهذا الشيء اللي كاين دابا هو في صورته الأولى هو طيب وفيه واحد دائما لا تقنطوا من رحمة الله، هذا الرحمة هذه هي نستبشر بها خيرا، ولكن ما زلنا تنحتاج واحد تساقطات أخرى في شهر فبراير إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وكتشوف بأن إذا كانت تساقطات في شهر فبراير يعني ممكن أننا نتخطاو مرحلة أو نتجاوزوا مرحلة الخطورة؟ هي مرحلة الخطورة شكون اللي تيديرها؟ تيديرها هو الاطمئنان والركود، بمعنى أن المواطن لما تيشوف كاين الخير تزيد هو في الاستنزاف، ولكن هنا احنا نقولوا لما يكون الخير يجب أن يكون هناك ترشيد، هناك تخزين، وهناك واحد نوع ديال المروءة في استعمال الأشياء. هذه نعمة كبرى لما تكون، والنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال لنا؟ ولو كان أحدكم على نهر جار وبغى يتوضأ يجب أن يتوضأ بما يحتاجه. ما يهمناش الكثرة ولكن يهمنا كيف نستعمل نحن هذه، لأن هذه النعمة هذه لا تخص الفرد. احنا دائما ننظر على أن هذا الماء هو صالح للإنسان ولكن هو صالح للبيئة كلها. هناك واحد شطر كبير من مكونات البيئة تحتاج كذلك الماء، الحيوانات والطبيعة كل هذه الأشياء، حتى الصناعة هي واقفة على الماء. إذا الإنسان يجب أن يأخذ حصته وأن يترك حصص الآخرين. وبالنسبة طرقتي لواحد النقطة مهمة، قلتي بأن الماء كيتم الاستهلاك ديالو بواحد الشكل اللي كيستوجب منا الترشيد ديالو. ملي كنتعاملوا ملي كنقولوا كلمة ترشيد المياه، فاحنا بالنسبة لنا ملي كنقولوها كتجيك بأنه ساهل بأن الواحد يعني يدير ترشيد المياه، ولكن مني جاو يطبقوها الناس جاتهم صعيبة، لان سنوات وهما كيتعاملوا مع الماء وكانه ما مستحيل انه شي حاجه اللي غتبقى دائما. ففجاه جات الدعوه الى ترشيد المياه اللي ما عرفوش الناس كيفاش يتعاملوا معها. كيفاش في نظرك ان الواحد ممكن انه يقوم بترشيد المياه؟ اذا نحن دائما سنتذكر القاعده التي تقول من شب على شيء شاد عليه. إذا نحن التربية لابد أن تكون من الصغر، التعامل مع النعم والتعامل مع الماء الذي هو موضوع هذه الحلقة يجب أن يكون من الصغر إلى الكبر. نحن أحيانا نقوم بالحديث أو التسويق أو يعني إعطاء واحد الهول أو إعطاء واحد صفارة إنذار على أن هناك خطر، ولكن ليس هناك ترتيبات
لهذا التعامل مع الخطر. لذلك نقول بأنه في المدارس وفي الشركات وفي الإدارات وفي كل موقع يجب أن نتعامل مع هذه النعمة على تواجدها، ليس حتى يصبح عندنا نقص في هذه النعمة عاد نقول إحنا بأن يجب أن نقوم بترشيدها. الترشيد لا يأتي في آخر المطاف ويأتي في أول المطاف. إذن نحن الآن في فترة طيبة، بينما يعني عندنا 50% 40% من الكميات الماء المتوفرة الآن، يجب التعامل معها على أن هناك إنذارات وهناك يعني كما يقولوا واحد البطاقة حمراء ترفع من حين لآخر من الطبيعة، لأنه في وقت ما سنتعامل على أن هذا الماء أصبح قليلا وأصبح مطلبا لجميع الدول وليس فقط للمغرب. وما أننا كنعيشوا في واحد الفترة اللي كنعرف فيها واحد الخصاص في الفرشة المائية ومجموعة من الأمور اللي كتخلي أننا نقنوا استعمالنا للمياه، فبالنسبة لك أنت شنو البدائل أو الخطوات اللي ممكن أنها تخلينا أننا شوية نطمئنوا، يعني طمأنة الحالة ديال المواطنين، وفي نفس الوقت نقولوا بأن ممكن أننا نتجاوزوا هذه الفترة هذه؟ فلما تنقولوا بأن عندنا كمية ماء محدودة، عندنا تساقطات قليلة غير منتظمة مدة ديال سنوات متتالية، وعندنا في نفس الوقت عقلية أخرى وهي عقلية أنا أريد أن أربح ولا يهمني الآخر. إحنا هنا غادي نشوفوا جوج ديال النقاط. كاين نقطة الفلاح الذي يتعامل فقط مع السوق الخارجية ويتعامل فقط مع المنتوج المطلوب، مع ممكن أن هذا المنتوج لا يكون في صالح المواطن ولا في صالح المياه الجوفية كما قلتي والفرشة المائية. كاين عندنا بعض المنتوجات اللي أصبحت مشهورة لا تحتاج لمختصين، مثلا الخيار أو التوت أو الدلاح أو البطيخ، هذه المواد هذه أصبحت موضة دابا عندنا، فإنتاجها أصبح لا يوازي ولا يواكب متطلبات السوق، فأصبحنا نسمع على أن هذا المنتوج كثير والسوق الذي يمكن أن يشتري هذا المنتوج قليل، فهذا المنتوج يستنزف كميات كبيرة من الماء وفي نفس الوقت لا يعود علينا بأرباح. إذا لما تنشوفوا فقط أن كيلو غرام من الخيار ممكن يأخذ 240 إطر ديال الماء أو ما يوزي هذا سميتو، كذلك في الفاكهة ديال التوت وفواكه أخرى، يجب أن نقوم بعملية مطابقة ما يحتاجه المواطن المغربي وما يمكن إنتاجه وما هو متوفر علينا من الماء. إذا المتدخلين الاقتصاديين يجب أن يسألوا أهل الذكر، لذلك القرآن لما قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بحال هذا المواطن واقف ان انت فلاح تريد تنمي الاقتصاد ديالك، عندك واحد التوجه او واحد التخصص انه ولات هذا المنتوج بالنسبه لك انت يا غونطابل تيرد لك مجموعه من الارباح، ولكن خاصك تشوف المحيط ديالك، الا ربحتي انت بوحدك وخسرنا حنا راه ماشي ربح عندك، لانه في واحد الوقت سيصبح هذا الغنى ديالك وهذا الربح ديالك عبء عليك، لانك خاصك تشوف هذا المجتمع كله يكون معك قريب من المستوى ديالك، ما يكونش عندنا فقر مدقع وغنى مدقع. لذلك الفلاح الذي يتعامل مع الفلاحه ومع التربه وعلى المنتوج على ان هو واحد بحال الوليد ديالو بحال واحد الأسرة ديالو خصو يرعاها، كذلك يرعى هذا المستهلك، لأنه عندما نستهلك بعض المنتوجات ونحن لسنا في حاجة إليها، ونحن دائما نقول أن المغرب لما حاد عن استعمال الماء في إنتاج الزرع وفي إنتاج الحبوب أصبح هناك توجه إلى السوق الخارجي، فانعكس سلبا على المواطن المغربي لا في الاستهلاك ديالو اليومي ولا في الاستهلاك ديالو السنوي. ولكن هذا ما كيعنيش ان هاد المواد اللي ذكرنا هي قد تكون مواد اللي ماشي اساسيه، ولكن في نفس الوقت المواطن كيبغي انه توا بدوره ماشي غير الفلاح، وانما حتى المواطن كيبغي انه يتحصل على، فمني غنوقفوا او ما نبقاوش نزرعوا بحال هاد المواد هذه، فبالتالي حتى المواطن هنا غيقول ما غيفهمش انه راه الفرشه المائيه هكا كتطلب، ولكن هو دائما غيبغي لا انا كيفاش ما غناخذش هذه، كيفاش ما غناخذش هذه الماده ولا هذه الماده، فكيفاش اننا نقدروا نوازنوا بين اننا نحافظوا على المياه وفي نفس الوقت ان يكون هذه المنتوجات تكون تبقى متوفره. عندنا ما يسمى بالدوره الزراعيه، هذه الدوره الزراعيه تقول بان هذه الارض واخا ما نشوفوش المستهلك، الارض براسها خاصها ترتاح، هاد الارض ما خصهاش نفس المنتوج واحد المده متواليه. اذا لما غنعرف بان الارض شنو تتحتاج
وشنو هي السنة اللي يمكن نتجو فيها هذا المنتوج، وكيف سنحصل على المياه اللازمة لهذا المنتوج. غنعرف بأن لما أنت تحتاج مثلا 1000 لتر ديال الماء، ما خصكش تشوفه غير في الإنتاج ديالك، ولكن شوفه في الاستهلاك كذلك اليومي ديال المنطقة كلها اللي تستفد. أحيانا تلقاو بعض الفلاحة أو بعض الناس بصفة عامة، حتى في المدينة عندنا هذا المشكل، لما تنشوفوا مثلا غسيل السيارات اللي أصبح منتشر في جميع الأحياء، من تيجي هذا الماء؟ تيجي من هذا الأبار. إذا كل أصبح يتمشى مع ما يعطيه ربحا ولا ينظر إلى تلك الفرشة التي يستنزفها. إحنا عندنا تنافس على ذلك الكنز، هذا كنز كما كاين في دول أخرى عندهم بترول، إحنا عندنا المياه ديالنا. إذا هذه الحياة نحن نتصارع عليها لنخنقها ولنقتلها. وفي واحد الوقت أنا قلت في واحد البحث عندي، سنصبح لاجئي الماء، لأن شنو تيوقع لنا إحنا في الحياة؟ عرفنا أن هناك مجموعة من الفترات التي أصبح فيها الإنسان لاجئ، يا إما تيكون عنده لاجئ معرفة لأنه أصبح يهتم بالجهل ويهتم بالأشياء التي ليس فيها منفعة. في واحد الوقت ولينا الإنسان لقيناه قارغي شوية، تنتواكبوا عليه باش نسولوه كيفاش نخرجوا. فلما تنكون عندنا مثلا حروب كثيرة، تيولي عندنا لاجئ للأمن والسلم، تتولي واحد البقعة. المغرب الحمد لله من البلدان الآمنة، تتشوفوا هذيك الهجرة ديال الإفريقيين. هادشي شنو تيعني؟ تيعني بأن هذه الأرض آمنة مطمئنة، فيها واحد دبلوماسية منفتحة، وفيها واحد القرار، فيها واحد الأمن تتخلي الناس يجيو ليه. هذا المجيء دليل على أن هناك ترشيد ديال المعاملة مع فلماذا لا يكون هناك ترشيد كذلك؟ يعني تقول أن ممكن يجي الوقت اللي الناس واللي تبحث على البلد أو المكان اللي فيه مياه. أكيد، وهذه هي الحروب المستقبلية، غتكون حروب ليست من أجل الفلوس أو من البترول أو من أجل المعادن، سيصبح هناك صراع فقط من أجل المياه. البلد اللي فيه، وانا في هذه المناسبة أقول رحمة الله على الحسن الثاني، لأنه شيد عدد كبير من السدود وكان استراتيجية استباقية، وهذا ما أسمي أنا بالذكاء المائي. الذكاء هو انك تخزن واحد الحاجه اللي توقف عليها في واحد الوقت، وتصوب واحد الحاجه اللي نهار توقف عليها ماشي عاد تبقى مفافي مني غتجيبها. الحسن الثاني الله يرحمه كان عنده واحد سياسه رائعه، وكان سباق، وكان وحادي ووحيد في المستوى الافريقي والعربي، كان الاكثريه حتى انه كانوا تيلوموه شنو غدير بهذا السدود، ولكن السد كان له منفعه. وحنا تنلاحظوا ان متى تكون دابا التساقطات الاغلب ديال الماء راه تيمشي للبحر، لما تنزل من الجهه ديال الجبل راه عنده مسار واحد وعنده مصب واحد، ولكن هاد السدود تقف حاجزا لتحفظه لوقت الشده. شكرا بزاف سي صافي، وسعيدين باللقاء ديالك اليوم، وكم الهائل ديال المعلومات والصوره اللي وضحتي لينا والطريقه المبسطه اللي باش وضحتيها لينا. مشاهدينا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله قريبا جدا مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.